التعايش مع الخسارة مبدأ يتعامل معه جيش الاحتلال الإسرائيلي استناداً لعوامل عدة كشفها تقرير صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية والمعروفة بدعمها للتحركات الإسرائيلية في قطاع غزة. الصحيفة الإسرائيلية ركزت على عوامل الإخفاق الإسرائيلي في تحقيق أهداف استراتيجية من التي وعد بها المستوطنين وقادة العالم الغربي، حتى شرع جيش الاحتلال في تقبل النتائج المحدودة للحرب. وحول أزمة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، تحدثت الصحيفة عن مخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 3 أشهر يتضمن تحرير جميع المحتجزين الأحياء منهم والأموات على مراحل. وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى ستكون إنسانية وتقضي بأولوية الإفراج عن المرضى والجرحى وكبار السن مقابل تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين كباراً وصغاراً، وذلك إلى جانب عودة السكان إلى شمال غزة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإقامة إدارة بتمويل دولي لإعمار قطاع غزة. المخطط الذي ساقته الصحيفة ولم توضح من خلفه تحدث عن احتمالية شراكة قائمة من حماس في مستقبل قطاع غزة، مؤكداً أنه بعد 100 يوم على الإخفاق والخراب في غزة بات الوضع مفهوماً جيداً لدى قيادات جيش الاحتلال التي تعاني اتساع الهوة بين التوقعات غير المسؤولة والقرارات القاسية التي يقفون أمامها. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الفصائل الفلسطينية على ما يبدو لن ترحل إلى أي مكان ولن يتم القضاء عليها في هذه الجولة، وستتم صفقة للإفراج عن المختطفين، وسيتفرغ جيش الاحتلال للجبهة الشمالية، ولعل الإسرائيليين يتفرغون أيضاً لترتيب البيت الداخلي الذي تقطعت أوصاله بين التظاهرات واتهامات الفساد. خسارة فادحة، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الحرب أهم أركانها، فإذا باتت غزة بلا ماء أو دواء أو بناء فقد بدأ قادة إسرائيل يكتبون سيناريو كيفية التعايش مع الخسارة والترويج لذلك إعلامياً.